بعد مشوار طويل من الجهد والتعب والتحدي، العرض الأخير على الهواء مباشرة. 15 مصمم خاضوا أصعب التحديات، ودلوقتي 3 بس في العرض النهائي بيواجهوا لجنة التحكيم مع النجوم كاظم الساهر، إليسا، أبو، فحفل أسطوري. مين هيفوز بلقب بروجكت رانواي ميدل إيست الموسم الثاني؟ الحد الساعة 11 مساءً على MBC مصر.